نرحب فيك استاذة لولو الملا، وانت دائما نصيرة المرأة الكويتية. يمكن دخلت في متاهات وفي صعاب لكسب بعض الحقوق للمرأة الكويتية. الآن المرأة الكويتية أخذت حقوقها ولا بعد في أكثر؟ إذا نتكلم عن حقوق المرأة، حقوق كثيرة، يعني هي مو الحق السياسي فقط. صحيح، الحق السياسي حق واحد، بس في حقوق كثيرة هي يعني تنتظر إن شاء الله تتحقق وتكون بصالحها. يعني والحق السياسي هي يعني حق دستوري، كان مفروض يعني هي منها المشاركة الفعالة للجميع في المجتمع، وليس فقط مقصور على الرجل لأداء الواجب، خاصة أن الدولة الحمد لله يعني درست وعلمت وصرفت المبالغ على الطلبة. حتى لما كان ما في جامعة بالكويت كانت تحرص أن يعني تبعث البعثات خارج البلاد للتحصيل الجامعي، فبالتالي يعني هاي فرص التعليم للمرأة عطاها ثقة وعطاها مكانة في المجتمع أنها تكون يعني نفس مستوى الرجل، خلينا نقول. فيعني لا ينقصها شيء غير أن أعطاها الفرصة للمساهمة في بناء مجتمعها والمساهمة في تطويره وتحسينها. صحيح، بس احنا في اللحظة هذه يعني قاعد نحس ان المرأة الآن أخذت حقوق جيدة ولها الآن وضع خلينا نقول جيد في الكويت بعد يمكن هذه الفترة، بس للحين قاعد نشوف مطالبات منكم ومن بعض الناشطات ان المرأة مظلومة وللحين محتاجة. ليش هالمبالغة يعني؟ لا، أنا مثل ما ذكرت يعني هو الحق السياسي مو كل شيء، الحق السياسي وسيلة. حتى الحقوق الثانية الاجتماعية الآن يعني خذت جانب كبير منها. يمكن الآخرين غير المتعمق في حقوق المرأة أو مشاكل المرأة يرى أن المرأة في نعيم ومرتاحة ولا ينقصها شيء، والحمد لله. أكيد إذا احنا بنقارن في غيرنا من الشعوب الثانية أو في بلدان ثانية، لكن احنا دائما ننظر ونقارن نفسنا بالدول المتطورة أو المرأة اللي وصلت يعني مراكز عليا في ومراكز يعني في اتخاذ القرار، النسب في المشاركة الاجتماعية، خلينا ننسى السياسية، ولكن أيضا ما لها نصيب حتى مرات في أنها تبوأ منصب عالي، في ولو أنها تكون متفوقة في مجالها، ما تشوفها تطور في مع أن في الآونة الأخيرة يعني تقلدت المرأة مناصب عديدة، وأكثرها أنها صارت محققة بالسلك الحكومي أو صارت وكيل نيابة، لكن للأسف ما قدرت أن توصل للقضاء. هل السبب هو أن عدم سماح الرجل للمرأة بالوصول للقضاء، أم أن في قانون يمنع هذا الشيء؟ لا، هذه إحدى مطالبات الجمعية بصراحة، وإحنا اللي يعني كنا وراء هذا الموضوع بالنسبة لتسليط الضوء على أن لماذا الكويتية لم تصل إلى سدة القضاء، بينما هناك في الخليج بالدول العربية قاضيات وقاعدين يأدون يعني وظيفتهم أحسن أداء. لهذا كان عندنا من سنتين مؤتمر استضفنا فيها 22 قاضية من الدول العربية والخليجية يعني يستعرضون تجاربهم، وكانت تجارب هائلة ورسالة غير مباشرة للمسؤولين إن هذيلا عربيات وخليجيات وقاضيات، ولماذا ليش مو الكويتية؟ يعني احنا بالكويت يمكن بدايات تسلم المرأة للمناصب كان بالكويت، يعني ظهور المرأة بمناصب كان بدولة الكويت. لا، حتى وكيلات النيابة ترى كان عليهم حرب. أول دفعة كان الإعلان أن للذكور فقط. وأذكر احنا بالجمعية طلعنا يعني يعني تصريح صحفي انه ليش يعني ليش بس ذكور. الدفعه الثانيه لما اول دفعه احنا وايد استانسنا ويعني تباشرنا خير واحتفلنا فيهم في الجمعيه في الاول خريجات، بعدين طلع قرار وقفوا التعيين
تعيين وكيلات النيابة إلى أن يختبرون أدائهم. تخيلي ليش ما اختبرتوا الذكور فيعني هذا شوية تحز بالنفس بصراحة، تحس أنه ما في ثقة من جانب المسؤولين للمرأة الكويتية. لا، هو الثقة موجودة أمانة، كل واحد يقول لك الكويتية شقردية، الكويتية يقول مثقف. غير لا، بالفعل هو شوف موجود، لكن عند اللي متخذين القرار ما أدري ليش يوقف عند يعني ما يسمحون لها أنها يعني. ممكن بسبب عدم مساندة المرأة للمرأة، يعني قاعد نشوف حتى بانتخابات مجلس الأمة، حتى بدخول أي وظيفة المرأة ما تصوت للمرأة. لا، هذا كلام ترى يعني كلام استهلاكي، أنا أسف يعني أقول هالكلام. لا، إحنا ما نقول كذي، يعني المرأة الكويتية أثبتت وعيها بشكل غريب مفاجئ في أول انتخابات. جميل. أول انتخابات يعني كان القبول صحيح والاختيار الجيد، لكن كلام إن المرأة ضد المرأة، هو من يريد أن يروج هذا الكلام ويكون ضد المرأة هو ضد المرأة. جميل. كانت عندكم ندوة قبل فترة في الجمعية، كان يمكن عنوان هذه الندوة مبالغ فيه شوي، غريبة في وطني. لهالدرجة الكويتية صارت غريبة في وطنها، ولا أنتم تستخدمون هذه المبالغة؟ والله أنا سعيدة أنك تذكر الندوة أصلا وسعيدة يعني أن زين أن أثرت فعلا غريبة في بلدها. إحنا نتكلم مو عن إحنا نتكلم بس بالغتوا في العنوان. لا، ما بالغنا. لو أقول لك الكلام ولو أشرح بزيادة والبرنامج ما يسمح، أعتقد إحنا كنا نقصد فئة المتزوجة من غير مواطن وأسرتها وأولادها اللي يعيشون في بلدهم بس عيشة مهينة للأسف الشديد أقولها، ويعني بلدها ما يأمن لها الاستقرار لا النفسي، ويعني وتعاني هي وأسرتها وأطفالها من فعلا النظرة لها وكانها غريبة في بلدها، تعامل معاملة مختلفة مقارنة بالرجل اللي يتزوج غير كويتية. احنا نقول ما نبي نقارنه بالرجل، احنا نقول عاملوها معاملة المواطنة، ومعاملة يعني تأمن لها العيش الكريم والاستقرار النفسي في بلدها. أولادها إذا وصل 21 لازم يعني تسوي له يعني ما يقدر يقعد بالكويت، أو لازم يكون عنده إقامة، لازم يشتغل علشان تصير له إقامة وكأنه غريب. المفروض يعطونا إقامة دائمة، هو ابني أنا، ولدي هذا، أنا مواطنة كويتية. إذا أنت تتكلمين عن هذه الشريحة احنا فقط نتكلم في هذا غريبة العنوان في بلدي. نعم، خلينا نقول المؤثر شوي. السكن، بالنسبة للسكن يعني احنا نقول لك الحين الجمعية قدمت 3 طعون في المحكمة الدستورية تطالب في انصاف المرأة، مو بس المتزوجة من غير كويتي، حتى غير متزوجة. اولا بالسكن، توفير السكن، وثانيا الارث، ارث الاولاد في يعني يرثون، يجب ان يرثون امهم بيت امهم، بينما الحقيقة والموجود الحين ان هم لا يرثون البيت، وعقب سنة تمهلهم الدولة وتضطر الأم أن تبيع بيتها. أيوة، علشان تصور والأولاد في مهب الريح. صحيح. فهذه هل لا تزال مو غريبة في بلدها. خلنا نتكلم عن تقليدك لوسام جوقة الشرف الوطني بدرجة ضابط، وهو يمكن أعلى وسام شرفي في فرنسا. يعني أنا كنت وايد سعيدة بهذه اللفتة الكريمة من الجمهورية الفرنسية بصراحة. وبلد فعلا يقدر يعني الحرية والمساواة ويعني حقوق الإنسان، وهذه يعني أنا بالنسبة لتتويج لعملي من وأنا طالبة خلينا نقول، والحمد لله. ويعني أعتقد أنا شهادتي مجروحة في أن حتى من خلال الجمعية كملت مسيرتي والتحقت بالجمعية، ومشاريع الجمعية كثيرة، ويعني في تقدير حق هذا يعني العمل التطوعي. يمكن هذا اللي خلاك يوم تقلدتي هذا الوسام. الإنسان لما يتقلد وسام ويكون هو قاعد يسعى له دائما يفكر بنفسه ويفكر بالوسام اللي خذاه، لكن حضرتك يوم خذيتي هذا الوسام ما فكرتي إلا برائدات الحركة النسائية وأهديتيهم
هذا الوسام وبالأخص طبعا لولو القطامي؟ والله شوفي، أنا يعني أعتبر نفسي من ضمن النساء الكويت اللي قلبهم على الكويت أمانة يعني، والعمل التطوعي ما تنتظرين أحد يعني يكافئك عليه. ومثل ما ذكرت إذا تذكرين الرسالة اللي أنا قلتها، أنا عمري ما اشتغلت بروحي، دائما معي نساء ودائما معي زميلات من يوم أنا طالبة وبالاتحاد الطلبة في جامعة الكويت، وأنا كنت نشيطة عقب ما تخرجت أيضا مع مجموعة كنا نشاط، التحقت بالجمعية وكملت نشاطي والحمد لله. هذا الإهداء ما أحسه حقي، أحسه مع زميلاتي اللي كانوا معاي على طول يعني احنا يعني. وأنا أيضا من هذا المنبر لازم أقول هذا الإهداء أيضا لازم يكون من ضمننا شهيدات الكويت. صحيح. اللي دائما وفي كل مناسبة أنا أذكرهم، ولأن أيضا هم ضحوا وعملوا واستشهدوا لوطنهم وبلدهم ولتش الأستاذة وحمايته. أيضا موقف تطوعي جميل يمكن في عملية التمريض يمكن في فترة زمنية إيه هذا أثناء الغزو. الغزو فترة الغزو أنا يعني كنت مع عيالي بأوروبا برا يعني صيف طبعا مسافرين، بس رجعنا القاهرة وأنا ما أعرف يعني ما أروح القاهرة، مو من اللي درسوا بالقاهرة ولا، بس قلنا نروح ندور البلد اللي أقرب حق الكويت. فاشتغلنا في مجموعة الشباب اللي كانوا هناك يعني. شكلتوا فريق تمريض؟ لا، كانت العمل الشعبي. العمل الشعبي. اي كانوا يعني في شباب أسسوا رابطة العمل الشعبي، أعتقد آسفة ما ذكر اسمها، الكويتي للعمل الشعبي، رابطة الكويتية للعمل الشعبي. أتذكر يعني شباب كانوا، بس ما شاء الله أصداء للحين مستمرة يعني. أي يعني من أنا كنت يعني في لجنة المرأة، فعملنا أثناء الغزو نادي سويناه بالزمالك، نادي الزمالك، كل يوم يمع نيمع ليحل ونعلمهم نشيد الكويتي، نسمعهم ونخليهم يرسمون عن الكويت وهكذا عشان ما ينسون بلدهم. بهالأثناء كانت معي زميلتي شيخة المدن، نذكرها بالخير، هي مديرة معهد تمريض في الكويت، وزميلاتها مصريات صاروا في الدكاترة، راحوا قاهرة طبعا. حلو. ارجعوا، فكان في فكرة ان احنا مو كافي اسعافات اولية، خلينا نسوي، هي طبعا هذه فكرتها عرضتها، ويعني أنا قمت معاها، وأيضا معي زميلتي راوية الغانم كانت تسكن هناك فساعدنا زوجها شوية ماديا، وأخوي كان عنده شقة ومو مسكونة يعني، كسرنا فعلا بابها وفتحناها وسويناها معهد. وكان وقتها وزير الصحة عبد الرحمن محيلان الله يذكره بالخير صدق على الشهادات، وكنا نأكد أن الطلبة اللي يونا والطالبات أن يتعهدون أن يدخلون الكويت أول ما يصير التحرير، مو ندرسهم بعدين ما يروحون يساعدون. وهذا كان التمرين على مساعد ممرض، وخرجتوا مساعدين ممرضين غدوا الكويت، طالب وطالبة ما شاء الله عدد كبير، وكلهم تعهدوا أن يدخلون الكويت عند التحرير للمساعدة. أي للمساعدة، وهذا كان يعني فعلا إنجاز الواحد يعني. أنا ولدي للحين يعرف يطق إبرة، أنا هذا اللي أعرف إبرة ويأخذ للحين شيء إبرة، تعلم شلون يطق إبرة من المعهد. إذن المرأة الكويتية امرأة قوية، وشفناها يمكن في دخولها البرلمان أثبتت وجودها، رأيك بالامرأة الكويتية اللي دخلت عالم السياسة خلينا نقول، هل فعلا خذت مكانتها بشكل جيد وأدائها كان أداء بقدر الطموح؟ والله شوف، أول دفعة لما استبشرنا خير وقت الأربع نائبات طلعوا وايد كان الأداء ممتاز ورائع يعني، مع اختلافي مع بعض يعني توجهات بعضهم، لكن كأداء كالتزام في اللجان بالحضور كانوا متميزات. ولكن للأسف الحين يعني
رجعنا شوية وراء، لأن بسبب يعني صوت الواحد، صوت الواحد خلى ماكو يعني مجال للمرأة تفوز، لأن ما قاعد يفسح المجال للأقليات. مع أن عدد النساء في الكويت أكثر من عدد الرجال، يعني لو أخذت دعم المرأة للمرأة، يعني حتى إحنا قاعد نشوف بالقوائم دائما عدد النساء يفوق عدد الرجال. إيه بس ما لها علاقة، إذا نظام الانتخابي صار صعب على أي شخص ما له يعني مستند على قبيلة أو طائفة أو مال سياسي أو حزب سياسي. من استنادك على الجمعية النسائية واستنادك كداعمة للمرأة، ليش ما شفناك تخوضين المعترك السياسي؟ لا شوف، الجمعية أمانة جمعيات النفع العام لا تخوض سياسة. يعني احنا ما حتى أثناء الانتخابات حتى كلنا احنا نندمج ونروح، يعني ما في دعم للمرأة لجان؟ لا احنا ندعم الكفاءة، كفاءة. حتى طلب منا ان احنا ندعم مرأة؟ لا احنا ندعم مرأة. ما تبون يكون لكم رأي؟ لا احنا مو مرأة جهة معينة. لا احنا يعني ما نطمق نفسنا مرأة وبس، احنا يعني نفكر بالفكر، المبدأ، توجه، الكفاءة، هاي كلها بالنسبة لنا. بس احنا يعني شفناك مع صالح الملا رئيس لجنة نسائية وتشتغلين بشكل جيد، لأني أنا مؤمنة. ويمكن أنت كنتي من أحد أسباب النجاح. لا عاد هو والله كفاءة، وأنا يعني طبعا لأن أنا نفس المبدأ ونفس الفكر، مو لأن عيال ملة، بس فعلا أنا من نفس تعيدين فكر صالح الملة. طبعا 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 أكيد. إذا الدعم للفكر وليس للمرأة. لهذا إحنا يعني يا ما طلب منا من جهات أتي تجتمع معنا بالجمعية وتقول لازم تفوزون مرأة، لازم على الأقل ثنتين. قلنا لهم لحظة، إحنا صح لجنة نسائية أو جمعية نسائية، ولكن إحنا كل واحدة فينا ممكن من فكر مختلف نجتمع للصالح العام، للأمور الاجتماعية، ولكن في يعني بالسياسة ممكن نختلف. تقييمك لصالح الملا خلال الفترة اللي مسك فيها؟ لا ما في أخوي ولا يصير لي هذا على الهواء وايد خطر. يعني والله شوف، أنا كنت أتمنى الفترة اللي مسك فيها الطول، ويعني ما تكون أكثر كذي كل ساعة وحالين مجلس وكل ساعة وما في شك. أنا قلت لك أنا من مؤيدين لمبدأه وننتمي لنفس المبدأ ونفس التوجه. والحمد لله يعني ما يشي بشيء. تشوفينا دعم للمرأة وعلى الأقل يعني تشوفينا دعم للمرأة؟ أكيد أكيد دعم للمرأة. ما أعتقد أكو كويتي مو دعم للمرأة. أصلا أنا قضيتي في المحكمة للمطالبة بحق السياسي كان الداعم الأول والأساسي هو الله يذكره بالخير عبد الكريم بن حيدر، محامي كان متطوع وكان يدافع عني يعني بشكل يعني شايل قضيتي أقصد يعني. بس عندك ميول سياسية من دواوين الاثنين؟ والله أنتم قارين هذا زين. يعني اشتغلتي في الفترة ذيك سادة لولوة بعمل جبار، يعني خاصة الوضع كان وضع شوية حساس، ومرأة كويتية تدخل في هذا المجال نوعا ما شوية صعب. أنا ذكرت ليش قلت لي ليش أهديتي الوسام لنساء رائدات، هذا هو كان عملنا دائما من وأنا طالبة معاي زميلاتي، لما تخرجت معاي زميلاتي اشتغلنا وكافحنا وطالبنا ووقفنا بدواوين الاثنين مثل ما قلت، ومشينا بالمسيرة ورحنا الفروانية وشفنا الغاز المسيل للدموع وكنا ماشيين بأول الصفوف. هذه ديرتنا، احنا شو الفايدة منه يعني بس نقول نساء قاعدين بالبيت ننطر الرجل يعني يدافع أو وكنا يعني مطالبتنا هي عودة الحياة الديمقراطية لا أكثر ولا أقل. صحيح. كان وقتها بتعطيل الدستور، فيعني هاي مطالبة أعتقد ما تحتاج سياسة، تحتاج يعني حبك لوطنك فقط. صحيح. ما تحتاج سياسة. أنا ودي أسألك عن أستاذنا أحمد النفيسي،
شنو اللي تشوفين فيه وشنو يمثل لك؟ والله عاد هو زوجي وبعيالي وعزيز علي، يعني أكون شهادتي مجروحة، بس فعلا إذا يعني أي نجاح أنا قاعدة يعني بعملي ومسيرتي كان دائما هو المشجع، هو اللي يعني يساعد، هو صبور، صبر علي على يعني يوافقك بصراحة، يعني وايد متفهم، يوافقك بأفكارك بطريقة. أكيد إحنا تعرفنا على بعض لما كنا طلبة في يعني اتحاد طلبة، فيعني الفكر أيضا جمعنا، فكرنا واحد وأهداف، يعني حبنا بلدنا، ومثل ما قلت أنت عندك أهداف ومش هذا جزء منه، يعني أنا تعلمت منه وايد، دائما يشجعني، عمره ما يعني تضايق من أشياء أنا أسويها. أو هذا دعم الرجل للمرأة دائما يكون هو باب النجاح يمكن للمرأة، والعكس صحيح، والعكس بعد لا تخلين دور المرأة امرأة. بعد المرأة لما يكون أنا أقول أمام كل رجل عظيم امرأة. شلون تشوفين الرجال في الكويت يدعمون خلينا نقول زوجاتهم النساء في الأعمال، سواء سياسية سواء اجتماعية في أي مجال كان، ثقافة الرجل الكويتي؟ والله يعني لا، الرجل الكويتي أمانة يعني إحنا أخذ مثال الحق السياسي، منو اللي طالب فيه بالسبعين بالستينات بداية الستينات؟ الرجل يعني الرجال يطالبون بحقوق المرأة، يعني الرجل الكويتي أنا أقول لك يعني لأن التعليم يلعب دور، المرأة الكويتية والرجل الكويتي حصلوا نفس الوقت ونفس الفترة بالتعليم، ويعني فأعتقد يعني إحنا بيئة الكويتية مختلفة. صحيح. عندنا بعض الصور مجهزينها لك، نبي نشوفها ونبي تعليقك على كل صورة تطلع لنا على الشاشة. وين نشوف أول طالع. صورة وين طالع؟ أكا الشاشة قدامك. ما شوف من الصورة هنا. هذه تعليقك على الصورة لو تقربوا لنا الشاشة شوية. بعيدة وايد. هذا حفيد ها اي ما اشوف لانه اسود حفيدي هذا. قلت ما اغلى من الولد الا ولد الولد. اكيد هذا ولد بنتي الله يحفظه. الله يسلمك. نشوف الصورة الثانية لو سمحتوا، بس لو تكبروا لنا الشاشة بالصورة يا ريت. لا شفته. اي لا هذه انا وحفيدتي. الأحفاد طلعتوهم الليلة زينة. إن شاء الله يستانسون يشوفون صورهم بالتلفزيون. الله يحفظهم. هذه الحفيدة. يختلف الحفيد عن الحفيدة؟ لا والله كلهم غالين نفس الشيء، ولا ولد البنت ولا ولد الولد، كلهم بدامة حفيد غالي. خلينا نشوف الصورة اللي وراها لو سمحتوا. أتوقع هذا اجتماع داخل الكويت. لا هذه كنا في 2005 في واشنطن مع هيلاري كلينتون. صحيح. في مكتبها. أنا كنت مع زميلاتي وفد كويتي. أنا كنت يعني شنو كانت القضية اللي طرحتوها؟ لا إحنا كان وقت الحق السياسي، مو كانت هيصة على الواحد. صحيح. إحنا كنا نطلع مظاهرات، نطلع بالشارع، نروح المخيمات، نطلب من المرشح نروح يعني نقعد معاه، نكون متحدث أو مستمع، فيعني سوينا أشياء كانوا يخجلون الناس أصلاً يتصرفون فيها أو يتكلمون عنها. صحيح. صح؟ فهذا نوع من الصراع. شوفي الصورة هذه الصورة عاد العائلة الكبيرة. أي هذه وقت التكريم. صحيح. وهذه في أمريكا أيضا نفس الفترة 2005 بالمكتب الثقافي في واشنطن. إذن أستاذة لولو العائلة تعتبر كيان جميل، الإنسان يعني كل ما تقرب من عائلته يحس بالأمان أكثر. عندك الوقت مع هذه الأعمال كثيرة أن تضعين وقت لعائلتك؟ والله صح، لأن يعني أكيد يأخذ وقت وايد، لهذا أنا عندي عائلتي وشغلي. فما عندي شيء ثاني، حياتي الاجتماعية. بس مرات الشغل شوي يأخذنا. لا يعني تقدر ترتب شغلك. أنا أقول هي إمكانية الإنسان يقدر يوفق ولا ما يقدر. تقدر، لأن يعني أكو ناس ما يشتغلون مثلا بس ما يؤدون واجبهم بالبيت، وأكو ناس يعني نساء تعمل
وبيتهم من احسن البيوت. جميل. صحيح. انا ودي اسالك سؤال اخير قبل لا اختم معك. النادي العرب الرياضي انا عضوة فيه ترى، هم المشجعين العربيين. اي ادري، هذا شيء وراثي. شلون النادي الحين؟ وين صار؟ وليش ما تتحركون انتوا الحين؟ يعني خلي يكون العمل سياسي اجتماعي رياضي، دشوا في هذا المجال. اي انا قلت لك انا عضوة واروح انتخب بعد. بس انه بس ما يعني تحركتي نهائيا في اي موضوع صار في موضوع الرياضة خاصة في النادي العربي؟ خلينا نتكلم. والله هو بس نادي العربي اللي تخرب. للأسف الرياضة تسيست، وفعلا خلينا نقول تخربت حسافة الجو اللي كنا احنا وقت اللي احنا صرنا أعضاء ونروح ننتخب وكذي كان وضع عجيب. بس الحين للأسف ما نقول إلا بس إن شاء الله الحمد لله على كل حال. أتوقع ووجود المرأة الحين وإن شاء الله يا رب يعني منها الأعلى النساء وتقلدهم للمناصب إن الله راد. بوجودك نورتينا بالاستديو، الله يسلمك. حياة شكرا. الله كل الشكر لوجودك معنا. شكرا لك أستاذة لولو، وصراحة استمتعنا بالحوار معك، وعسى الله يوفقك إن شاء الله أنت وزميلاتك في العمل لصالح المرأة الكويتية. وفي النهاية المرأة هي نصف المجتمع الكويتي، واحنا دائما ما نقوى وما نقوم الا بوجود هذا النصف الاخر. شكرا لك. مشكورين. اذا مشاهدينا سنذهب الان الى شيماء قنبر، ولديها فقره في حكي ما ينقال مع عدنان الشرهان. انتظروا هذه الفقره بعد شوي.